تيرو أن هودا كوكالا مرين هل كان نجلس عطان وربانت إس دبليو تي في سوال ودين تي في ولا برتا برامج فرقت سياسة دي فرقت تربى بشد عاوة ميسك وحنوصل نروح تهاي جوج عبد المحلق برانكرا محاسة جوج عبد الله برانكرا محاسة حقا تم وحنا بقى إن شاء الله برامج كذا هلا والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ها أحمد والزهر هول نسيته ما قاعد لك يا جوت أديكم ماسن كرنو هذا زهر هولون واي سار هاي برنامج خلاص تعاو وعلى الصعدة ولا على البرنامج جوج عبد هاي سار عاو حنكارو جوج عبد محل لقى برنكرة كو تلواتنا وحنكارو هنا نوش شكتو وحاي جوج عبد اللي والب و وحبي أنك أصلاً إيه مدحونا مامور مارت إيشك خاتمه ووه هاجي جوج عدو ولا صار عدو جم دافع ده مقالة اللي كنت جوا وعن رامركا وح لقى برانكرو يوح حاجة عضو مهسا فير جوج عدو حلقة برانكرا حق أي حق درد إنك تقولي سنكرو كو براو إنه حق يعني درد حق تقولي سنكرو كو وح ولا يسمع ما حق الله برانكرا مدة هذا اللي بعد وح ماشى أصبح هواي إن دولد للي هصدق إيشان سنة إيه دولد أنت سو هوبي أنت سو الدنيا أنت سو قرش لو قصده بقراي إن هل مال لو بحيو ساعة هذا لو بحيو أدون كانوا على يابين تذكرنا ولا يابين يعني واحد كودا صدق ساعة صدق ساعة ساعة وحيرة ساعة إن لو بابي قوت أنت صدق سنة سو كوب عيسي أي الله ها وحكمة كتمت من الله من الله كتب لبو نواس قلوب الله قبرن كرا وهي وحيقة حتى وحيقة محيطها وحن أركيني محبيس دالك دف كان دنبيكا قشت دنبيليال محبيس موراكر واد دنبيليال قعن كل يقليال أنواء بيالي صغير أمول عدو الوقت عدو بيالي ين إسجرين محبيس وحوا يا أحمد عيد المحل محاك أحمد لو هرت اللوغو بهايان فيري هرت إني مكاس هرت مش وحياة وحدة جراديد يدت كده وحي سمينا يعني عدالة ذي سمينا يعني قفكي احترام يعني وسود وينا هذي دت بلا أذيهين مصيب يو يو يأفر تقوه هرات ذي بلا أذيهين هرت إن حريص يرب ما بله هجر روح وقلينا أملاينا ياي هذي حريص ير ليهين وحي فيرين لهاي نينك أنت صوب بلود هبك كجراعي oo hooyo iyo santeed ilmood hal meel ku wada aastay ya oo maartay inta soo isbitaalkii dhaawac ku jiray masaajidii oo min Allaahay u dudumiyay ya haddii damir leeyihiin nimankaas oo dowlad ku sheegaca waxay sameyn lahaayeen way tanaasuli lahaayeen waxay dhili lahaayeen walaalyaalo kuweynana wanaagaan ku sameeyeen anagana kuweyn wanaag noo sameeya aan waxeena kala wareegsano nool dhulkiisa ku ekaado الله يسر ما شاء الله وهذا مركا هذه هذا ما صنعت المركا أنا سهروا مركا ها إيه وكم مقف مركا محمش يا الوحيد هاي كوانه وأعرف أضياش وأضيا ده هاي كعلي وادق على مينا هبرت في حيل وادق على مينا لكن ما بدقال دقال يود الدم أنت دقال أنت سواه يستل لكن دقال وابلو بهي دقال كذورها دقال كذو ومن ماذا غير قاتمه أود السحوق قابيس ننك دقالك وكو كبعة ننك وكو بابا مالك وحان ليها برهر ثلاث لاسعة وانا دقالك وابوك بحضابة وابوك توستابة ما فهمت يا مالك الدقال والكرة ما ذا يا سوحي أحمد وهرت سؤالا كويدينا يا أحمد سؤالا كويدينا هاي دتك عالنك كتاقي حدودك آب عركتي عالنك عقارك هادتك اللي قدر جري لكتاقي آن ما أنت بارلمان كهل كريم أو بارلمان ما أنت أوحين كريم oo madaxweynaha wada tashiga ku ku fadhiyeen aan maanta go'aan ka soo saari waayeen oo madaxweynaha go'aan ka soo saari waayeen aniga waxa ii cadaatay in la isla wada warbada kan dowlad kama jirto dowlad jirta yaan u dhaadiga ma dowlad jirta isdhihin dowlad aan dowlad ma jirto wada kan dagaaladan ayaga soo abaabulayaan dagaaladan ahmed abowe dowlad ma laas aan mutaa laga dhaafay dowladeeta aad ii dhileen laas aan mutaa laga dhaafay Soomaaliye arab Soomaaliye waa dib soo mutaa laga dhaafay dhileen marka dowlad meesha kam jirtee dowladna wax lagu sheegamaan waa dambabeenay aan ka gudubnay waxaan raba waxa gowjacde wax laga bar kara ma tahay inaan la iska celi karin reer la duba maanta reerka la yiraahdo dubaanta inaan xaqooda la qaadan karin inaan dagaal wax loo qaadi karin wax laga bar kara ma hamiya
وأفر قبتي وأدوك يا صالقين أنت أساس عمري قد واقعتين والأدوية دلن يرد دمانة سقارم وراح كنا ولام دونان قارم وحبرم دونان لمن رقيس وإيجاد وما رقيس مرخ إيجاد نكون رقيس يا سؤال سؤال صالي سال سؤال سؤال ليجيس نكون رقيس يا سؤال حاجة هاي مال وإيجاد رقيس هل كسر الوح على نينا ولا يقنص الله أحمد أبوه وفير ماش وحال ربع وحيد هاي دتكو دت سوماليات إلا كلا بدبادا في عن أنا يطلعين يرضوا وحن أسو جيدنا يا هدي هو يسو مالينا هاي عدسيا أسو درايا والوحن لا يه موسى بيه إيه وحكو هيرارسن موسى تمر طلعين يرضوا مرة بيو ما أنا كواحد منا نويل كيس ماها وحنا أماها طلعين يرضوا وح برتياو يسكو تشت الدولة مجنكا مجرت الدجال يأدون وهدي قصو قصي وضاي ورعشت المين عشت هاي والبعين كذا أنا أقول لك أما أنت كسر الله فرجه نور يا رب إلى كنا كسيه إن شاء الله قسم الله حكنا حسن شاب من خلال الرعماء إلى يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أحمد وهذه أتباع فو سلام صاحب ما قاعد يلك جوت هذه قوم حسن أنا هو صاحب عبد الرحمن سو أفريقيا أما والدي السلام يا عبد الرحمن سو دو صاحب أدي أت بالدين سلام يا أدي يو دقيستياش يو مدة سوماليات كوهران سومالي تي في أدي أت بالدين سلامي من تيم با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كل واحد ملنا يا حقني إس سي بكال ليسين عاوا واحد كهلا يا محل لقى بركات دقالك أما دقالك معجزة أها ee masiibada ay weelal badan oo Soomaaliyeed ku baabeen laguna laayay ee taas oo sababteeda u lahaa Muuse ee shacabka Soomaaliyeed 8 bilood uu xasuuqay ciidanka u soo diray in korkooda laga duday wax laga baran karo dagaalkaas maxaa laga baran karaa meel weli nooma soo yeerin ciidan intaas leeg ee awood daalaha intaas sano la dhaqaaleenay ee koray hal maalin saacad yar oo kooban in cadaadiqaha laga dhigo nin dhintay nin fakaday nin arreen nin dilo ay noqotay nin maxbuusa wali qabiil Soomaali qabiil ka saas yeela maan arkin ilaa dagaalkii 77 mooyaan oo Ethiopia saas u galna mooyaan marka dagaalka taariikhi ah waxa laga baran karaa asra laga baran karaa maxay tahay ku orda dagaalka waa dagaal muujisay abuu ahaa waxay ahayd dad ilaahay u heelinayo iyo dad ilaahay garabkooda ka baxay bay ahaayeen waxaan ka baran karnaa dulmiga waxa uu yahay iyo dulmanaha waxa ilaahay sida uu garabkiisa u galo iyo wax dulmaha sida ilaahay garabkiisa uga baxo ma ka baran karnaa ma garatay inta ma ku qiyaas karnaa inaga Allaah Ciise waxa kale ka baran karnaa Soomaa qowd aan la dheelisan karin oo aan inaba caadi ahayn isla markaasina indhaha kala qaaday dib dambana xaqooda iyo amaan daadaas loogu tagi doon in halkaas timid oo ay cadeysatay soo waad ma ha walaal waxa weeye sideedaba hadduu ilaahay garabkaaga ka baxo quwad walba iyo awood walba oo leedahay waxba ma tarayaan sax waxa weeye dadka ilaahay garabkooda galay ee waxa weeye ilaahay u hiiliyay ee ma garanaysay culayskii saarnaa iyo dhibaatadii lagu hayay kabdul qaaday ee magamaysay xabadoodana bir ka dhigay tii kalena biyo ka dhigay umadii ka soo horjeeday 33 sano meeshii wax lagu soo ururinayay ee hubkoodii Soomaaliya kii laga gurtay laga bilaqaystay iyo kii
أي صوغة تانية كيجب بوتي أكو أو سيوا ساعة لقوده كأنت لقود لقاي دقيقة لقوده كأنت لقود لقاي كدبنا ساعة لقوده أو كوبان حد كي أكو صوحبين هورت تاسا أو أنكبر كرنا مقرنا يسايا و ومجسون حقا من الله إذا وحكا لأكو قياسنا مقرنا إنو مقرن وقرتي تاسبرك واحد جيبه وي waxaa jirta laakiin qodob labaad oo barnaamijkeena ku jirto ah waxiga gooj cabde way dhamaatay hubshiisi waxiga oo hadda maamulka SC adigu baaqi lahayd ma jirtaa tusaale ahaan maxaa biisti la qabtay dadina waa dambiiliyaal oo gacan ku dhigliyaal ayagoo wada oo qabiil ku soo duulay qabiil Soomaaliyeed Soomaaliyeed diidnimo ay ku sabadeysaayeen magaalada dhan dadkoodii laayeen xasuuqeen in lagu abaalmariyo soo dhoweyn iyo marxabaysiin ma xaq ma u leeyihin حيث واجبات اللي يدك نوع عاصو كلا أصلا عاو إن قصر لمريو عدالة مش قصر لمريو ما دام عديمه دي يس حسوق إجستين وح ما أنت بره بروشة ميلو بلاجيل كرئيين لو بعيا إن عدالة مرسي ما دام ما أمر كسي ويا ما أمر حلال تك تك سومالي دجان كس دجان سي حلال كسر دورتين محكمة دي سي أسيقون يحرة ما دام ما مجبر يدو ما أمر ولا بقوا سمايست محكمة مركز ما في عرق إن محكمة الله مرسيو محاد جدا إن محكمة الله مرسيو ما دام دادكو داد مبيليا داد الصوماليين حسوقيين هؤلاء الصوماليين كو قد لاسعانهم كو قد روتي عشورت لاغا إن لغالها سنت لاغا للسيو نين ما عروتي كدلي ما دافعي كلها يوديقا يدلي ما مدهين بل أرنتها سميس ويدي سحوقها سيكون نقطي مر كان مقال كان أرنى الله فيصل وساك تاغن فيصل كي مارت ما دافعي داد كلها أرنتها يلا آدبا لسكو ويدي أرتو كله إلا بغدنا اسكو مد ماها madaxweynee iyo culimadii iyo odayaashii iyo wixii oo dhan ee ka soo jeeday xagga iyo Soomaaliland qolada sheeganeysa ka soo jeeday waxa weeyaan waxbaan dilayna iyo waxbaan dakhreyna iyo waxbaan baabinaynaada ka yeelay iyo waadigii maqlayay ragii oo madfaca ku hoggaaminayay magaalada mafia waa dad mafia waxa warkoodu qiimo ma sameeyay waa dad mafia waa dad cadeystay dhiga dadka Soomaaliyeed marka warkooda qabasho maal magaalada ay baabiyay dadkeeda baabiyay marka war bole hey ragii madaxda ahaa ee magaalada laascaanood madaficda ku hoggaaminayay baa gacanta lagu dhigay kii ridayay baa gacanta lagu dhigay kii dalbayay baa gacanta lagu dhigay waxa weeye kii weerarka ku hayay 24 hours ciyaalkii qaxiyay ee masaajidadii dumiyay iskuuladii dumiyay meeshii maganaysay isbitaalka maanta iyaga lagu daaweynayo dumiyay ee madfac la dhacay kuwii baa horta meesha la geeyay hadii la geeyayna waxoogaa waxaad moodaa qaab ka yar baxsan maxaabiista si loola dhaqmay in loola dhaqmay oo ah in maganaysay ay nimankani ay waxa u sameeyeen in maxbuusaba aadan moodaynba ma garad waa sax taas beddelkeeda anigu waxaan oran lahaa nimankan inta dambiilayaasha ah dadna waa dad gadaal laga keenay oo askar ahaa dadna waa dadkii wax amrayay sida Faisal Bootaan oo kale kii qoriga ridayay ninka hadda gabadhu wareysanaysa ay leedahay koom ku jira koomo kuma jira ninkii qoriga ridayay weeye ma garad sax ninka koomaha ay gabadhu ku sheegayso inuu ku jiray waa ninkii qoriga weyn ridayay ee magaalada baabi'inayay ninka amriyayna wuxuu ahaa Faisal Bootaan oo maanta gacanta lagu hayo waxa weeye nimankaas maxkamad ha la saaro lamana sii deyn karo maxaabiis kalena laguma bedelan karo nimankaasi ummadda Soomaaliyeed ayay dembi ka galeen waxa weeyaan intaasoo ruux bay dileen oo dhiiggoodii qabaan intaasoo masaajid bay dumiyeen intaasoo isbitaal bay dumiyeen nimankaas waxaan leenahay sharciga ha la horgeeyo ma garatay ka soo ma haboona ma dhigi karnaa dacwo maadaama dunidii maanta casri tahay maadaama dadka maamulka halkan ka jira uu yahay maamul xalaal dadka soo doortay ay yihiin dadkii iska lahaa maamul sharci uu yahay oona la mid ah kuwa fallaagada ah ama midkan fallaagada ah soo ma fiicna in ay garsoor cadaalada sameeyaan abukaato ay u qabtaan dambiyadi iyo waxaabi uu gala halkaas ay soo istaajiyaan adduunyada ay la qaybsadaan xataa xuquuqda aadanaha hay'adaha ka socda ay ku martageliyaan si cadaaladaas u dhacayso maadaama ninkan boqolaal Soomaali uu madaafiic ku baabiyey malaayiin hanti malaayiin u baabiyey asiga kooxda la jirtaa nidaam saas oo marqaati looga dhigo
مربا مامور كدويا مامور شرعية أو لوكسوية أو دلك شرعية كا دات كيسو دورتين لم يدأ مامور ذكر دلك جرة نام كاس إنه مرسو وح في عنما شاشة ده أنا كأرنو ما دام نكو أعماله بدلك مارته ذكر سعك سو ما لين يسو ما نام كشرعية ما دام نو أنا مامور شرعية أنا مامور كيون كجية ولا إنه أن ماشي جوجين بان هذا نوع ماشي كده أي إيه أنت دبك وضع إيه أنت مدفع ريدة يس إيه أنت أبابو ليس إيه أنت ما كنا يس أمر يا بحال كنا كلو ده سعني محكمة ولا صار إني من كاس محكمة لو وده دنيا هاي أو مالن كاس أمضى ر إس سي شعب وينها إيه ما كنا يس أي دتك مساكين تأه لقو ماضي and ماشي نما كالو أبال مرنا يا مالك واحد جعلنا لهاي هدي إن جارسيو عمري يلو إن جارسيو إن جوب جو أهانو أصيلنا وكلا إن هو ذا إن شاء الله بإذن الله أن رانا نك عدالة بالجو فلية يلو ما فلين تاس and إن شاء الله بإذن الله وقت جاي إذا أم بنسوق إن أبانو ملاين لا عيسى لا يوحنا كبر يا تصير هذا علوم هوا حتى وحي قيوك قاضي نسا نام إلبح نما إنه وش غيره ما دام تدك الجيل كمان تهيستاق عطمو أما مامورك إس إس سي حتى ما لحد الله أيين تدل بحه وحبرتي أقوي أنا أديوس أو شقي سوق أضي عشان قربان اللي جعبك أدل كان بابي مسك حدو فونتت هاي أنا هين دل نظيفة لصوت دورتي حلالة إنا يدك بران شرعي وح أويه وأن نام الرب دل كلفتس إلا برو إنه شرعي وشقينا أيو شرعي وياه ميت معلم ونكاتب ما دون وأنا حسوس أريج فيصل أولا معلم معلم كم ذك عندي وسوق جلدون تأيل أضيقه محبوسة ارغاس افكي سمكي فيصل كي يريس والله بالله طلع وحاري اري دايس اوغا اني دايس واسكو واس وين نعد مرك عا وارنا الا برو ددك شرعي انو اها ميد شقيراي سيدي شرعي او ييريو كاري ان لا لكينو حقوق انسان حقوق انسانك عدالت نكا لمرسيو اي كوخ لا سوت مافي مغالا كبابي وان جلال انت اس لبرتو شرعي شرعي ان انغو ان مرسينا عدك لنا أورادينا ما هو عنا جاب الشرعية ما مول جرا لا قنصيها هاي إس قنصي حلال غوص دورتي أي غوص دورتي صح ما أنت الحرة دجان كودي وارو ولا الدجان كالغو مرينا يا نمن كاس مقالة لاس عنود أي دخينيين تال لفت ذا محكمة الغو صار دونا مقالة ساي عدالة دون هالكائن كت على نجعلنا هاي دي إلى هاي كت بيجو وأدي أنو نهاي أمة الصوماليات أضياد الصوماليات أضياش الصوماليات وحقارك الصوماليات إن الله إنتي تنبي جيستي إنتي لكل هاي غلطن إن هلك لو أبا المريو أيام ديار أنهاي وحيطة ميركا لأن لقينين أو هلكاس محكمة لغو صار عدالة تنبي أي قلان لغو قدو مقرد الله عيسك وكاقمه العلا والله أدي أدوا مدار جينين أما أن لفتي ذلك أن لقيب سنين إن ما دام مامولك تلوين بدل نوقف بعياي مامولك يا مامول الصوماليات مامول دولمنا مامول لبعتسنا تص الصوماليات لبابي هنتيو ذي جود البرازيلي ديجان كود ذلك ورد الشارع هوا إن لقى مسافر لقى مسافر أو فلسطينيين لقى ديجو مركب هوا هذا كلام علا قلوا سأذا في فيس هذا كلام علا صحيح هذه يا بعض ما سنتي ولا هذه الله عز وجل ما مسنت برادر الله عز ما شاء الله بالمركب أنا قطك كله إن شاء الله قد بينا هلاو سلام عليك صاحب hello ها السلام يا دمان والسلام يا خالونا نادى الصومالي تي في ودنا وحاجة جا الصومالي معي هو عبد الرحمن برهن في لصة طامنا وري أحمد واد ما صدق هذا على صدا عبارة بس وقراعي ويسو كل واي وأنا سودويني آديات برامج ما شاء الله رده هنتي سيد فعلا ودادين يسو شعب الصومالي حقيقة وصل بديك صي وحيلا جر واقع وده خجر يدوري ده برامج هذا وجوده قر أحمد أضانا قلدين وجو جعدي أهرمي زاك هذا سفير أضانا قلدين أحمد صحوا أحمد وات وات ما صنت هاي ما شاء الله وكما دهلنا يا دمار وسلام يا أمة الصومالية وري أحمد وسلام يا يو دمار أنت مش خشخص تي في وصومال ودنا تي في أنت سخدي بحرب أنا موضوع وجوده قرا وحوى رئيس السي أما أسكود الجوارد القوي وحاربا رئيس السي يو يسمن لأن أنا متعلق قط بلاده كو أرتو وهم بلينا وحاله كركون دريت الله رئيس السي جوش إجارين تلاس كي جميس كوي تبقى كسر على الصور دافي شو توقف سناي وحوى
دور waxa way isku xirnaashada da waxa ka shaay qoraalka inta isku xirin waxa isku xirnaanka horta meesha ka soo wada tool walaa soo jeeday madaxweyne fardhiye soo wareysay oo hadlay soo gubanimo ku jirto garaadkan waa hadlay sidoo wanaagsan maxabiis loo dhaqay Cabdi Cabdiraxmaan waxa laga baran kara gooj aad maxa laga baran kara xaq iyo xadar ma laga baran kara cududii daraawishti la arkay ma laga baran kara in aan dulmi ku fiicnaan waxyaabo badan laga baran karaa jir dagaalka gooj aad maadaama ay tahay masiibo la yaab leh oo dhacday oo dadka Soomaali ashar lam iloobana qodso do sanal soo barbaarna in saacada gudigeed lagu qaramsado ama laga maxaa laga baran karaa oo midal waa midal waa maxaa kala waxa laga baran karaa dulmiga inuusan fiicneen dulmiga inuusan waarin waxa way dulmiga sidiisa macnaheedu aduunka wax ku dulmi socod dulmiga waa ku soo degdega hadiis ba waxa ay mana aan daale musul dhacay de qafkii waxa qaf daale ninkii ku garab istaagay as ayaa lagu salida nasiib darro weyn waa talas intaas oo 32 sano la dhisay oo inta soo qarash ku baxjood ku baxay waxa wayo wax ka yar laba saac gudood inta in lagu soo afjaray waxba ayaga iyo wixii meeshii hal mar day wax la qabtay iyo wax dhataana noqdeen waxa laga baray xaliyaha soo mucjiso waa mucjiso waa mucjiso waxa way dulida taariikhda taariikhda qorayaan taariikhda qoray dooto duuqad oo kan falaanayo marka waxay ku tunsan saamacsan inaan quwad iyo awood farab inaan wax tarin mar walba daaqan oo guursanayo magarad exactly waxaan raa marka inaan u jeesano dhanka kale oo ah gooj aad waxiga waxiga maxaa is leedahay dad maamulka ah cusub ee urdunka aad ugu baaqaysaa tusaalahan maxaabiisti qaar dadka laayay ee jira oo la soo qabtay walow ayaga dambe dambiilayaal aan u arkaaniga laakiin qolaa zaid oo saraakiisha wax ka hoggaaminaysa in cadaalada la marsiiyo nidaamka loola dhaqmay nidaam oo aan dadka qaarkoodna is soo dhaweyn waaye saadi kula muuqata adigoo mahadsan أحمد واد ما سنتا وحاو هاي وحاو اللي فكرك سوحاو وحاو اللي هاي أرتري سي سي وكما سيين سيدو من أسنين مع عبدست وغور دغمان يو مدعوين فردي يو تيم جيسا يو قراد ديدا وحاو ربا مع عبدست دي مركا لغرها دي سراكيشي أو دي ماشا سو قامل سي نقاب كد لو أبو إلا محكمة دي يو أبا ديك الوحاو دي شارق عالمي أبا شارق مع عبدست كدك سن دي إلا مرسي محوايو دي محبوس دوق ملحم دي شارق عالمي وحقوا دي إلا مرسي وبانا قبانا وكاغم هذا علينا عبد الرحمن ادي آه انا ما سنت هاي قول لسه برادر واختي القالقه نلقى قاتي الله يعزك ما شاء الله بالمركانا محاربة ان فردية ان شاء الله وبرنامج كينا مقلد دونو فرنتين وقاري دونتو يذكر يكو حيرا الى اذنك سلام السلام عليكم وعليكم السلام كدوبي والله المقع عادي يالك جوكتو ادي قوم حسن أنا عبد الولي علي مذهب اللي يراه قوش عبد اللفت كيسان كل شيء ما قرأت عبد الولي قوش عبد اللفت كل شيء والله عربتا بلوعة واحد يقور انت عبد الولي معجي سنة الكاس كده علي كو إنا ذير هرتا قدب كوات معجي سوين كاني دادكا ديقا مدى ديقاني ولي قد بويس كسو لهان شرين وعاد ولدي انجريسكا aan waa geeska afrika qabiilka kaliye ee diyaarad lagu duqeyay xilliga lagu gumaystay dadkani waa dadkii intay fardaha fuulaan meel griigan ka dhacayo koofil maalinta la dilay waxa iga taariikhiyay aan dhageystaan oo wiil yara maskulada ma ku qaadanaba taariikhda koofil oo ala jeetay dunida joogeen taariikhdan ku qaadanaba ogsoonahay taariikhdan laakiin waxaan ka baran karnaa maxayta waxaan ka baran karnaa masdhi karta cadaalada cadaaladdu inay daciif tahay awooda iyo quwada dadka reer SSC ay leeyihiin minimadoodu waxa ay tarayso quwadeedu inaan mar dambe aanan lagu soo degdegi doonin cid soo degdegi karta inay jiri doonin inay ku dhiiri karaan caawa Hargeysa day aadaan aan cid hor joogsan karta is jira dad dulmiga aan ehel u ahayn wanaag intay xeer karin ay xeereen ma laga baran karo waxyaabahaas dad ma laga baran karo horta wallahi si xaqiiqo ah baan ugu warayaa 8 bilood oo dagaalku socday habeen walba conference baan waxaan la gali jiray saraakiisha deegaamada ku anagoo gruubba isku xirana sax xaqiiqa horta awooda inta leeg ee saa wuxuu muuqmoonisay 8 bilood un baa la dhisay ma haddad military waa dad isku soo baxay oo dulmigi meesha uu ka yimi sax sugu yimi inta
deegaan ka u dhalatay unba wax tababar qabay ku jiray sax ay ku muujinaysaa marka adduunka ciddii dulmi ku socotaa inay halaagsamayso sax waa dagaalkii beder unba lagu qiyaasi karaa waa gartay haddii cabdiweliyo taas waa isla garanay maxaabiis baa la qabtay maxaabiistu waxay ahaayeen gacan ku dhigliyaal waxay ahaayeen dad dadka xasuuqay محبوس نعم حال أوران كرا محبوس تقال وحال أوران كرا مركي دل دل كلا لا تقال لمي وعيدن عيدن عيدن كلا أوقف صدو تانو بيكد دوين تو قبيل صومالي لا قبيل دولان كسوم نقضي بابي شرفتيس عسقيسي مركا سيدا لا أوران كرا محبوس هو إيدي صومالي عروت يدي مثل مدافع اللي قد دلي إن عشور انتا لغا قاو وضاقي دادك اللاينة يوليشي وكل لاينة دادك إن عشور تاس وحلوصيو للناحيو للقرحيو مكل قرآن هذا إنا هذا رحت سؤال شاد باقو ما هتسنتهاي عن كل شيء يا دمان ومدة الصومالية ده الصومالي اللي مدة تعال يو ومدة هلك إذا مدة كده حالة وحن لها ليني نسركالة وحو تشوي ستيد بالي وحو تي إذا بقول يا كونتون وحو تي تضاريو تكنيكا arintaas uu ka wuxuu yiri walaal daar buu wuxuu noogu maray isaga iyo ciidankiisu hadii la joojin waayo arintan sida loo buunbuuninayo dadkii wuxuu yiri hooyaday ma baxsan oo adeerkay ma baxsan oo walaalkay ma baxsan oo wiilkay ma baxsan oo kii gabdhaha walaalahay dhaleen cid ii baxsatay oo aan madaafiicida ku dhiman ma jirto bagrat قوس aneeyo oo dhar loo soo godo oo qaad loo qaado oo fadhi carbeed lagu fadhiisiyo hadii ay joojin waayaan reer la saacanood farinta waxaad ogaataan oo ciidamadaasi ku dhaarteen furimaha jooga in ay geysanayaan tituti hutu ka dhacday cidna aanay ka amar qaadan doonin hal la joojiyo maxbuus waa maxbuus waxaad ogeydeen wiilashii la saacanood u dhashay markay xargeega uu Faisal ku qabanayay maxaa halka ka soo doontay bukula sax waxaad arkay ninkii xildhibaanka ahaa ee la saacanood u dhashay sida ay u badalayeen sax intee dibla u xireen bay misna dumarkoodi ku sii daayay waa sax tifi waa dab os hadda habeen xalay ah habeen hore hadda hargeysa guryaha loogu galaayay dad haween ay u qabaan ay inta guryaha u galaan saas u dhibaateenayeen marka taas baan ka soo toono nidaamka meesha ka jira waa nidaam dadku soo doorteen xalaala dadku raalli ka yahay bulshada halkaas degan ay soo dooratay maxkamadooda soo inay u gudbiyaan maa nidaamka maxkamadda la marsiiyo maadaama ninkan cabdiimiis fntgiis isaga iyo kooxda madaaficda ku baabi'i jirta magaalada in maxkamad la gasaaro nidaamka sharciga la masiiyo maadaama dadkay maanta haysta ay yihiin dad dhalinyara ilbaxa aqoonyahana fahamsan mar dowladnimada yaqaana dunida la soo shaqeysay dunidu shaqeysa fahamsan wax loo baahan soo maa si ilbaxnimo leh maadaama dadku yihiin dad dhalinyaraa waxna fahamsan in dadka ay baraan in sharcigu shaqeeyo xataa ay u noqdaan hogaan dadka soomaaliyeed ay la fahamsiiyo ninkii qabiil qabiil kusoo duulaan in sharciga la marsiina aad iyo aad horta waxaanu ka dhisanaa hadda gooja cadde xabsigii soomaaliya ugu weynaa baanu ku ballanqaaday inaanu ka dhisno sax saa faantima oo dhulka hoostiisa ka saa faantima ummadda hoggaanka isimada saraakiisha qolada caafimaadka cuqaasha hoggaanka deegaankaas annagoo ixtiraamayna waxaan uga digaynaa haddaydan doonayn inay ciidamadaas ilaa iyo oo ku sugan ilaa iyo ceeray gaabo ay idin gacan dhaafaan oo aanu ku taageero inay tuutsi iyo hutu sameeyaan soo xa faatima joojiya bini aadan baanu nahay waanu damqanayna warnin hooyada iyo qarxiya wallaahi aniga hadda fiiri aniga waxbi anigu reer xamraana mii maqlaysaa wallaahi ninkaas aniga sawirka muuqaalka markaan arkay wallaahi waa ilmiye ben kuu sheegay aadan u ilmiye
محاوعي وحاوعي وحلحنون صدق وحكى الله محنون صدق وحلحنون صدق نيكا بقولال ويلو صومالي هكاس كبابي كمانان كن او قويسو صومالي قول لباتة انا قبي او وحي قلال الانجر او وحي سبيل الانجر ولا رو مدافعي كبابي انا وحي وصدال والله الان بيكو شيغن مدفع عني اتكور ايا وحدا انا وقحية ايا مدفع عادية ايا عيد نو سطور انكو شيغن horay igadaal ogaana cunuga roobtu ah wada ma fahan turkiga markaas aan guriga kale guriga aan galno hadana reerki aan guriga guri suba reer ilaahayn ayaa u gargaraan gabar yar oo aniga ay dalta ay socota madfiiba ugu socda horay igadaal ma socda albaabka markaan galaa ilaa dami u doobay afar jir diinaha albaabka aan gargaraa cunuga roob wada hal sano jira markaas aan madfi aan ugu socda hoobiyan ugu socda walaal albaabka naga fur reerki albaabka naga fur waa naga xirin xoog inaga xiro waliba xabadka gacanta iga galay cunuga roob wada hobii waagas ugu dhaca nagu dhacay anigu waa dhaawac markii dambe wiilki waa naga dhintay alaahu xariisto wiil yar saqiir u ahaa wallahi xanuunki aan ka qaaday aagu soo dhaca marka arkaas arsiilo garahay maana waxa ku aniga been ma sheegay Soomaalida isku nimaada laakiin waxa dareemi kara dadka macnaha hooyada Soomaalid oo ilmo waata dibkaas tii aagu soo dhaal 1982 marka walaal horta waxaan ku sheegaa in ninki saas yeelay لا أبغى مريو أو مريو قر حلوس وكري ولا أنا هلا دي لما داي لكن شرعي هلا مرسيو محكمة ده هلا برو إن شرع شقينا الدنود وشرع جروها لتصو إن لا تصو منافعي قرود ودمي ده تكو جيسا يعوريا مي هو يضعو المهيد دي إن أيضو لفتي أرطو نيكي المهيد دي لو محكمة درتاك والله أنا تاسع إطاوة وابلا حروسة نكو مركا أركب حرونا كقال محاد ملايني مركا نيكي ويركيسي ويديس walaalis u dir walaal mana wadi kan program ku dhana walaal markaa waxa way dareenki taabatay waxa ahna jira saaxiibo waxa halka sabraam shii ku soo gabe gabeera oo ashuurti aan ma ahan way taabatay way daqsi markaa waxaan riij waxaan jeena marta ilaahay cadaalad keeno markaa qeyb maran jeena barnaamijkaas ku soo gabe gabeena ma xamli kar mana si wadi karo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبي عيون كوم. والله يصدقك. وحصوك ما يلي. أربع بيت حتى.